بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبائي وطلابي، طلاب الصف الثاني الابتدائي بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين. أخباركم؟ إن شاء الله طيبين يا الربع. منصور يسلم عليكم يقول لكم شو أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. ويقول لكم بعد اليوم إن شاء الله عندنا ثاني درس في هالفصل، عندنا ثاني درس. تعالوا مع بعض نشوف صورة تمهيدية حق الدرس، ونعرف عشان نعرف منها شو الدرس اللي عندنا اليوم. يلا شو اللي في الصورة هذا؟ شو اللي مكتوب فوق؟ مكتوب غار حراء. زين، تعالوا بسألكم سؤال، وين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه قبل لا ينزل عليه الوحي؟ وين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد؟ كان يتعبد في غار حراء. أحسنتم. زين، شنو أول سورة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم؟ تعالوا مع بعض نشوف شو السورة اللي عندنا اليوم، وهذه السورة هي أول سورة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء. يلا يلا تعالوا. أول سورة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم كانت سورة العلق، وانتبهوا يا شباب، سورة العلق لازم تحفظونها، بتجيكم في الاختبار عندكم هالفصل. في بداية الفصل في الباب الأول عندنا سورتين، سورة الزلزلة أول سورة، ثاني سورة سورة العلق. انتبهوا يا شباب، لازم تحفظون السورتين. انزين، يلا تعالوا نشغل الشيخ ويقرأ سورة العلق ونرد الوراء. يلا يلا، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا لنسمع بالناصية.
كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه فليدعو ناديه سندعو الزبانية سندعو الزبانية كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. انزين يلا شباب، شايفين شايفين هالكلمات اللي عليها اللون احمر؟ ها ان شاء الله الحين بنعرف معاني هذه الكلمات وبنفهم معنى السورة. يلا يلا تعالوا نشوف معنى الكلمات. يلا ها اول كلمة، الله سبحانه وتعالى يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. علق، شنو هو العلق؟ العلق هي مرحلة من مراحل خلق الإنسان. إنزين بعدين الكلمة اللي بعدها لا يطغى، الله سبحانه وتعالى يقول كلا إن الإنسان لا يطغى، يعني شنو يطغى؟ يعني يتكبر ويظلم. الرآه، الكلمة اللي بعدها الرآه استغنى، يعني رأى نفسه غنيا بماله، يعني اللي عنده فلوس يشوف خلاص يشوف نفسه انه غني، ما يبي مساعدة من الله وما يبي شيء من الله. طبعا الكلام ما يصير. انزين تعال نشوف الكلمة اللي بعدها، إن إلى ربك الرجعى، شنو معنى كلمة الرجعى؟ الرجعى يعني الرجوع إلى الله تعالى يوم القيامة، يعني اللي يشوف نفسه انه ما يبي مساعدة من الله وما يبي شيء من الله، لا، الله سبحانه وتعالى يقول ان الى ربك الرجعى، يقول له لا انتبه، انت يوم القيامة بترجع عندي. الله سبحانه وتعالى يقول له، ينبهها في القرآن. انزين نروح للكلمة اللي بعدها، وتولى، ارأيت ان كذب وتولى، شنو يعني وتولى؟ يعني أعرض، يعني أعرض عن الهدى، أعرض عن الطريق الصحيح. إنزين الكلمة اللي بعدها، لنسفعا بالناصية، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، يعني نجره من مقدمة رأسه ونلقيه في نار جهنم. الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن يتجره من رأسه اللي هو من كذب وتولى، اللي يعرض عن الإسلام، اللي ما يحب الإسلام. الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن هي تجره من رأسه وتلقيه ترميه في نار جهنم. بعدين الله سبحانه وتعالى شو يقول له؟ يقول له فليدعو ناديه، يعني فليطلب مساعدة أهله وعشيرته، ما يوم القيامة ما ينفعونه. سندعو الزبانية، اللي هم من هم الزبانية؟ اللي هم ملائكة العذاب. إنزين كلا لا تطعه واسجد واقترب، يعني واقترب يعني تقرب إلى الله تعالى بالصلاة وبالطاعات وبالعبادة. إنزين يلا تعالوا نشوف شو نتعلم أو شو نستفيد من سورة العلق. أول شيء نستفيد أن الإسلام يدعو إلى القراءة والعلم. ثاني شيء الحرص، لازم كل واحد فينا يكون حريص ان الله سبحانه وتعالى يرضى عنا، الحرص على رضا الله تعالى، رضا الله تعالى. ثلاثة، قدرة الله تعالى على خلق الإنسان، الله سبحانه وتعالى نفس ما درسنا في الفصل الماضي، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. فنستفيد من سورة العلق قدرة الله تعالى على خلق الإنسان. رقم أربعة، التقرب إلى الله تعالى بالمحافظة على الصلاة. زين شو نتعلم من السورة؟ نتعلم أن الصلاة هي أعظم العبادات، وأن الصلاة هي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعني لما تكون في السجود هاي أكثر مكان الواحد يكون فيه قريب من الله. وتشوفون هالعلامة الخضراء لما نشوفها وحنا نقرأ القرآن
معناتها إن لازم تسجد لما تخلص الآية، تسجد. شلون تسجد؟ تكبر، تقول الله أكبر، وتسجد سجدة اسمها سجدة التلاوة، وتقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وتقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. زين يا شباب، يلا افتحوا على التمارين. يلا سؤال رقم 1، نعيد ونكرر. وسمع سورة العلق شفويا. سورة العلق حفظ يا شباب، بتجيكم في الاختبار. لا تجيني واحد مو بحافظ، ما بعطيه درجة. كلكم تجون حافظين، زين؟ حلو، ممتازين. يلا السؤال الثاني، أضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. العلق هو مرحلة من مراحل خلق الجماد ولا النبات ولا الإنسان؟ صح، الإنسان. إنزين، إيش معنى الزبانية؟ تونا قايلين ملائكة العذاب. أحسنتم، شاطرين. إنزين، إيش معنى يطغى، يتواضع ويعتذر، ولا يعدل ويسامح، ولا يتكبر ويظلم؟ يتكبر ويظلم، يطغى يعني يتكبر ويظلم. يلا نقلب الصفحة، نروح الصفحة اللي وراها. سؤال رقم 3، أضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة إكس أمام العبارة الخاطئة. رقم 1، المسلم يتكبر إذا أصبح غنيا. غلط، طبعا غلط. رقم 2، المؤمن يتمسك بدينه ولا يطيع الكافرين. صح، طبعا صح، المؤمن لازم يتمسك بدينه. رقم 3، سورة العلق أول ما نزل من القرآن. بعد صح. زين، سؤال رقم 4، أتناقش مع زملائي. أول كلمة نزلت في القرآن الكريم هي كلمة اقرأ، على ماذا يدل ذلك؟ يلا كل واحد يسأل أهله ويسأل ربعه ويتناقش معاهم على شنو يدل على أن أول كلمة نزلت هي كلمة اقرأ. ويقول لنا في الصف بعدين، ويقول لنا في الصف شو اللي نستفيده، أو شو اللي نعرفه لما نعرف أن أول كلمة نزلت في القرآن هي كلمة اقرأ. شو اللي نستفيده من هالشيء، من هالمعلومة؟ يلا كل واحد يعرف ويتناقش مع أهله وربعه ويقول لنا في المدرسة إن شاء الله. زين، ممتازين يا شباب، يعطيكم العافية. منصور يقول لكم أحسنتم، ممتازين، أنتوا اليوم شطار، وايد شطار. وعبيد يقول لكم مع السلامة، نشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، الأسبوع الجاي إن شاء الله. يلا مع السلامة.